أعلن مصدر أمني مصري مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة 10 أشخاص بينهم مدنيون جراء هجوم استهدف نادي ضباط الشرطة في مدينة العريش شمالية سيناء. وأوضح المصدر أن الهجوم نفذه انتحاري اقتحم الحواجز المحيطة بالنادي بواسطة سيارة مفخخة قبل تفجيرها، وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا من الشرطة والمدنيين. وأعلن موقع مقرب من تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية جماعة ولاية سيناء عن الهجوم قائلا إن العملية تأتي ردا على اعتقال السلطات نساء من قبائل سيناء. معنا من سيناء الصحفي أحمد أبو دراع. سيد أحمد، كيف يبدو الوضع حاليا في العريش، وهل من إجراءات أمنية محددة تم اتخاذها عقب الهجوم الأخير؟ الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، كان هناك فريق من النيابة قام بمعاينة موقع الانفجار، موقع نادي الشرطة، قام بمعاينة الموقع الانفجار، وهناك أجهزة أمنية وهناك قوات أمن تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بنادي الشرطة. كان هناك صباح اليوم سيارة مفخخة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات اقتحمت نادي الشرطة الموجود على الطريق الساحلي بمدينة العريش. أسفر الاقتحام السيارة عن استشهاد 3 مجندين وإصابة 5 آخرين بالإضافة إلى 5 مدنيين، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري. شكرا جزيلا لك من سيناء الصحفي أحمد أبو دراع.